يعني انت هتطبق داخل الفصل نظرية ام استراتيجية ام مدخل ام طريقة؟ هذا السؤال يبنى عليه اشياء كثيرة جدا لن اقف عنده. لكن هناك سؤال ميداني، عندما طبقت حضرتك الأداة او البرنامج هل دخل احد معك الفصل؟ ألم يدخل معك أحد لكي يستأنس، لكي تستأنس بآرائه، لكي يحسب معك الزمن، لكي يعينك في أشياء كثيرة جدا؟ لا، لم يدخل معه. طيب يا سادة، يا كرام، يا كرام، يا سادة، تطبيق الأداة الرئيسة عند الباحث لابد أن يكون معه زميل أو زميلة بتقوم بتسجيل التوزيع الزمني. كلام واضح محدد، ما بيقيمش، ما بيقولوش انت حلو، انت اينشتاين، انت سيبويه، لا، ده بيعمل التقييم الزمني لمدى التخديم على كل مرحلة من مراحل الدرس، لأن الإنسان قد ينفلت منه الوقت وقد يغذي ناحية على حساب ناحية أخرى وهكذا. فالكلام ده مهم جدا. هنا أحد الباحثين الأستاذ محمد علي عطوة عندما طبق الأداة ولم يدخل معه أحد، فطلبت إليه أن يعيد الأداة وتأخر سنة كاملة، فضلت حاضره. فأنا لن أطلب منك أن تعيد الأداة ولا حاجة، ولكن يعني إن شاء الله، إن شاء الله في الدكتوراه أما يكون عندك أداة مهمة كهذه الأداة لابد أن تفعل لها شيئا جميلا. لقد بحثت في البرنامج، في البرنامج الذي هو في الجزء الآخر في الرسالة، أين التدريبات؟ فلم أجد. النشاط الصفي لم أجد. النشاط اللا صفي لم أجد. التقويم عبارة عن عبارات عامة لا يعول عليها ولا يبنى عليها. يا سادة، يا كرام، ونحن في مجال طرق تدريس اللغة العربية عندما نتكلم عن أداة وأداة داخل الفصل، إذا لم أدرب بأسئلة خاصة وإذا لم أحضر أنشطة صفية وأجهز أنشطة لا صفية، فإنني أكرر ما يدور في الميدان، يعني تقليد لم أضف جديدا. وقد كتبت لك هذا في مواضع عديدة جدا. البرنامج يعني فيه يعني حاجات كثيرة، يعني عفوا يعني غير دقيقة. أولا، أنت جئت بالنصوص النسريات اللي في الأول عن الإنترنت والشبكة التواصلية وكذا وكذا، من أين جئت بها؟ هل هذه من عندياتك؟ النصوص النسرية التي صدرت بها الدروس هل هي من عندياتك ولا من غيرك؟ لو أنها من عندياتك تقول وهذا من تأليف الباحث أو بتصرف من فلان وفلان وفلان. لو أنها مقتبسة من مرجع كان لزاما عليك أن تثبت المرجع الذي أخذت منه القطعة. جميع القطع يا حبيبنا يا عزيزنا الموجودة في البرنامج غير موثقة إلى صاحبها، فلعلك رضي الله عنك تجبر خاطرنا وتوثق المادة العلمية. تمام. حتى يطمئن قلبي وقلب اللجنة المباركة إن شاء الله ستوصل. الأهداف السلوكية في البرنامج كلها خاطئة، لم يصح منها هدف، لا على مستوى التعرف والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، ولكن على مستوى صياغة الهدف وترتيب الأهداف مرة ثانية. وقد سجلت لك هذا أن كل الأهداف السلوكية، هو أحيانا بيقول أهداف عامة وأهداف خاصة، صوبتها لك، لا توجد أهداف خاصة، إما أهداف عامة وإما أهداف سلوكية إجرائية. ليس عندنا في التخصص أهداف خاصة، أهدافنا أهداف سلوكية إجرائية، يعني شغل سأقوم به له حد أدنى ولو حد أعلى ولو سقف عطاء ولو مستوى أداء ولو مستوى شرط وله 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 وله. حضرتك خالفت الثوابت في صياغة الأهداف السلوكية التي ندرسها للطلاب في الصف أو في الفرقة الأولى في كلية التربية، فليتك إن طال بك الزمان
أن تعيد صياغة الأهداف السلوكية مرة ثانية حتى يكون العمل منسجما. سيادتك استعرضت لنا في معرض جميل الوسائل التعليمية في كل درس، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، جزاك الله ألف ألف خير وأطعمك من الجنة أشهى لحم طير، ولكنك لم تقل لنا متى أستخدمها وكيف أستخدمها. أنت عملت عرض للوسائل في مقدمة الدروس، فظننت أنك هتوضح هذه الأداة هتطلعها في أول ربع ساعة، هذه في النصف ساعة الأخرى، هذه ولذا قلت لك لو كان معك زميل يعني متمكن من السلطنة أو من مصر الحبيبة لكان أفضل. فأرجو رضي الله عنك وأرضاك أن تضبط هذا الكلام، وطبعا كله مسجل عندك، واعتبر هذا الدشأ من أب مع ابني الحبيب. ما المنهج الذي اتبعته في الرسالة؟ سألك أستاذنا عن المنهج الوصفي. أنت قلت في الفصل الأول المنهج الوصفي والمنهج شبه تجريب. لا أحصلش شبه تجريب. أدفع 1000 جنيه. افتح كده الفصل الأول، أدفع 1000 جنيه. الحضور ليس لهم الكلام. الفصل الأول المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريب. أنا حافظ الرسالة كويس، أنا بتكلم عارف كلام رايح فين بالظبط. التجريبي. أيوه شبه. أيوه التجريبي غير شبه التجريبي يا أستاذ مصطفى. أيوه لا مش شبه. منهج التجريبي. يعني هل هنا أسئلة كثيرة أكبر من حضرتك. هل المنهج التجريبي ينفع في علوم الإنسانية؟ إن أنا أجرب على بشر؟ لا. شبه التجريب. أنت قلت في الفصل الأول المنهج التجريبي، المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، وفي الفصل الثالث غيرت جلدك وقلت المنهج شبه التجريبي، بأيهما نصدق؟ شبه التجريبي. على أية حال اضبط هذا الكلام هو شبه التجريبي حتى يتسق. أحمد هو لا منهج لا تجريبي ولا شبه تجريبي. بس نحط الحاجات في مكانها. والمنهج التجريبي ذو التصميم، لازم اكتب كده، ذو التصميم شبه التجريب، ذو التصميم. انما شبه انا هعبر عن الدكتور احمد، احنا ما بنستخدمش المنهج التجريبي ليه في العلوم الانسانيه؟ لاننا لا نستطيع ان نتحكم في العوامل كلها، اذا فما ينفعش. انما وشبه تجريبي ايضا، يعني ايه شبه تجريب؟ يعني هتتمسك في حاجات وحاجات؟ لا، فاحنا بنقول المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريب عشان تبقى النتائج وده مصطلحات متفق عليه. شكرا مع الدكتور. ليس عندنا منهج تجريبي في العلوم الانسانيه. اكتبها عندك. ليس عندنا منهج تجريبي في العلوم الانسانيه. من باب الترفق والتلطف والتادب بنقول المنهج شبه التجريبي كما قال أستاذنا. فأنا لا أرجو منك إلا أن توحد نفسك، يعني أنت لو قلت هنا كما قلت هناك ليس عندي مشكلة. الفهرس الذي في البداية، من النادر أن أرى رسالة تنسجم فيها أرقام الصفحات في الفهرس مع داخل الرسالة، من النادر إلا مع حضرتك بصراحة، يعني ليس عندك ولا خطأ واحد في هذا. كل الأرقام في الفهرس تماما منسجمة مع الأرقام داخل الرسالة سطر بسطر ومكان بمكان، فوجب علي أن أقدم لك تحية إعجاب وانحناء أمل على هذه الثبوتية. غير أنك الجداول الكبيرة التي عندك يا حبيبنا، عندك في الرسالة كم جدول؟ لم تجعل لها مكانا في الفهرس. انت عندك الفهارس عبارة عن الفصول وعبارة عن اسماء المحكمين،
والأشكال والأشكال. ثم أين الجداول؟ الجداول ينبغي أن تخصص لها في الفهرس صفحة على قدرها الجدول وبيانات الجدول. إذا جئنا للكلام عن الجدول أو الجداول، الأستاذ مصطفى كما سألت فضيلته رضي الله عنه، هل أنت بخيل أم كريم أم كريم أم كريم؟ ففي جميع الأحوال يبخل علينا، أقول بلغة عربية واضحة الدلالة، بيبخل علينا في توصيف الجدول. وبالتالي الجدول كمعلم ممتاز، كبيانات ممتازة، لكن أين عنوانه؟ فأرجو إن طال بك الزمان أن تعيد النظر في هذا الكلام. الأشكال يا أستاذ مصطفى، الرسالة فيها أشكال، منها أشكال في الجانب النظري متصلة بنظريات اللغة واكتسابها، ومنها أشكال في الفصل الثالث. يا حبيبنا، سؤال مفاجئ لفضيلتك لن أطلب منك الإجابة عنه، هل هذه الأشكال أشكال مصطفى الديشي سليمان، ولا سيبويه وتشومسكي وابن العربي والجاحظ وهؤلاء؟ يعني الأشكال اللي انت عاملها من أشكال الباحث ولا مقتبسة؟ إذا عايز يعني إذا شئت أن تعيد النظر فيها، كل الأشكال التي عندك لم تكتب، لا هي من عندياتك من جوانياتك ولا هي من مصدر. أنت كتبت حضرتك في ذيل كل جدول شكل رقم كذا يوضح كذا، هذا الشكل يعني ولد سفاحا ولا ولد علميا ولا إنتاج علمي أصيل ولا تجميع من مراجع ولا ولا ولا؟ فأرجو لكل الأشكال التي عندك أن تثبت مكانها وتوثيقها إذا كانت من عندك على العين والرأس. قل من إعداد الباحث، وأنا سأسألك بعد هذا كيف أعددتها، ما الخلفية العلمية التي عندك، الأدبيات اللي في التخصص، هل تعطيك الحق أن تصوغ شكلا؟ على أي حال أنت اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب. الفصل الثالث فيه مشكلة بسيطة، وهي فيما يتعلق بالمعاملات الإحصائية. دعني أسألك، من الذي أجرى لك الإحصاء؟ مركز الخدمة العامة. مركز الخدمة وقام بمراجعتها أستاذ الدكتور سيد صقر. هل هو هنا في الرسالة؟ نعم. لو وجدته ما سألتك. ما في. كان لزاما عليك وأجلا مسمى أن تذكر هذا الكلام، طالما أن في ناس تعبت معك، لماذا تحجبهم؟ تمام فضلك. فأرجو أن تثبت دكتور سيد صقر رجل محترم، ووجوده في الرسالة مع احترام الدكتور أحمد زينهم رضي الله عنه يعتبر إضافة، رجل رئيس قسمه معانا منذ كنا معيدين، ومتميز وحصيف وشاطر ورصين، يعني إضافة أسماء الناس الأكابر الأماجد في الرسالة يسقلها ويزيدها جمالا. أما فيما يتعلق بالنتائج، لو سألتك سؤالا لا أطلب له إجابة، حضرتك معك جدول، الجدول بيشير إلى مؤشر معين، كيف فسرت الجدول؟ الجهد الذي فعلته فضيلتك سأشرحه لك إذا كنت ناسيا أذكرك. أولا، أستاذ مصطفى كما يفعل كثير من الباحثين يقوم بقراءة الجدول من نفس الجدول، على حد قول المصريين من دقنه وفتله، فهو بيفسر الجدول بالجدول، وإن تعطف علينا كما يتعطف أحيانا بيربطه بالإيه؟ بالإطار النظري. وشكرا ودمتم، وجزاكم الله ألف خير، وأطعمكم من الجنة أشهى لحم طير. بلغة كرة القدم بتلعب على الواقف، بلغة البحث العلمي تعبت في الفصل الأول والثاني والثالث، فقلت في الفصل الرابع هذا جهدي، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه مش عاجبه. لا، أنت اشتغلت وطبقت، ولم تذكر التطبيق كان فين بالضبط، وهذه مؤاخذة على حضرتك ولكن مقبولة،
ان انت عندك خطابين في الرساله، خطاب رايح لمدرسه ومدرسه ثانيه. فعلى اي حال عندما طبقت جئت بنتائج. هذه النتائج ربطتها احيانا، يعني هو احيانا بيتكلم عن ربط النتيجه بالاطار النظري مشكور، وليس هذا يكفي. النتيجة يا سادة يا كرام لابد أن نبحث في مدى اتساقها بباقي نتائج الجداول الموجودة في الفصل. وإذا كان بيفسر فرض فرضا صفريا أو غير صفري يوضح مدى التحقق من هذا الفرض، ولماذا تحقق ولماذا لم يتحقق، وحضرتك لم تفعل هذا، يعني الفروض التي عندك عندما جئت في الفصل النتائج هي بعيدة عنك تماما، يعني لم تكتفي بتقليصها إلى فرضين، ولكن لم تخدم عليها تخديما جيدا في تفسير النتائج. فقلت لا مشكلة، وتمنيت لو أنك ربطت بين هذه النتائج وبين الدراسات السابقة. فقلت اه يابا، هو ما عندوش اصلا بحوث سابقه يربطها ازاي؟ مصمص في شفتيك وافرك في عينيك. من الطبعي انني عندما افسر النتيجه كما تعطفت علينا احيانا وربطتها بالاطار النظري ممتاز،